يعني نعتبر داخل الحكومة أن التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك نصره الله. ومن هذا المنطلق نتشبث كفريق حكومي بالتزاماتنا المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه. ولتحقيق ذلك قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول ناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. وتسجيلا لذلك احنا كندعو نقابة يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي. وفي الأخير أؤكد مجددا على أننا على استعداد لتغطية قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. في جديد من سلام سلام لمن ناضل وألف سلام لحر أبي. لا نرضى بذل ولا نستكين ونرفض هذا النظام الردي، نظام المآسي وأي نظام يهين الحماة، نظام شقي حماة العقول أطباؤها، بهم نحتمي وبهم نرتقي. فكيف يهان سراج المنير وكيف يدان شريف الأبي؟ وزير القطاع فقم واعتذر وإلا فأنشر بعام لظي. وزير القطاع فقم واعتذر وإلا فأنشر بعام لظي. نحن لها دائما أبدا سبيل القرارة واضع الجلي، سبيل القرارة واضع الجلي، سبيل القرارة واضع الجلي.